مشاهدينا الأعزاء، طبعا احنا في البداية من الموصلية نرحب بكم ونقول لكم أيامكم سعيدة بتحرير، طبعا أيام سعيدة جدا لأهالي الموصل بتحرير كل أهالي الموصل من دنس 12. هاي أول تحية طبعا دائما أقدمها، ودائما أحيي المواطنين من أقصى جنوب الموصل إلى الغرب، غرب الموصل. طبعا اليوم احنا هسه قررنا في مايك الموصلية الذهاب إلى المناطق الغربية لمدينة الموصل. طبعا أنا أذكر مشاهدينا أي منطقة في نينوى تابع لنينوى راح نروح لها وراح نشوف أحوال أهلنا بها، وأبد ما ننسى أي مواطن موصلي لنقل ماذا؟ لنقل حال أهل الموصل إلى الحكومة المركزية وأيضا إلى الجهات المعنية. اليوم أعزائي المشاهدين، بعد أن أقول لكم مع حبي واحترامي وتقديري لجميع مشاهدينا، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومنا التحية ومنا الحب ومنا الشوق إلى مشاهدينا ومتابعينا أينما كانوا، في بغداد، في جنوب العراق، في كل مكان في العراق الحبيب. وألف تحية لعلمنا الحبيب المرتفع عاليا خفاقا بسواعد جنودنا الأبطال الذين أثبتوا هؤلاء قدوتهم لجيوش العالم، والذين أثبتوا طبعا الشعب الموصلي أثبت جدارته باتجاه ماذا؟ باتجاه الحفاظ على مكتسبات هذا النصر العظيم. اليوم أعزائي المشاهدين، برنامج مايك الموصلية معكم سالم الماسي في مدينة زمار أو ناحية زمار. احنا راح نبدأ جولتنا في هذه المدينة من المحطة الحكومية اللي محطة بنزيخانة زمار، تعبئة زمار الحكومية. طبعا هذه المحطة أعزائي المشاهدين مثل ما تذكرون شركة توزيع المنتجات النفطية الهيئة الغربية، فرع لنا محطة زمار الحكومية، محطة تعبئة زمار الحكومية. أعزائي المشاهدين، احنا في هالمكان هذا طبعا ارتئينا أن نبدأ برنامج مايك الموصلة من هالمكان هذا لسببين. السبب الأول حتى نبين لشعبنا العراقي أنه المحطة تعمل ليلا ونهارا والكادر موجود، والمسألة الأخرى نبينها أنه محتاجين إلى وقود أكثر لأن هنالك زخم كبير على هذه المحطة. طبعا راح نلتقي بالسيد مدير المحطة، قائمة بواجبها، بس شنو المنتوج؟ لأنه شوية يقصر، لأن علينا 3 نواحي، منها ناحية ربيعة وعوينات وأسكي موصل، والزخم كبير يعني السيارات كثيرة، فنريد المنتوج شوية يزيد عندنا حتى نقدر نخدم المواطن بمنطقة زمار. باليوم دوامك من الساعة 8 إلى الساعة 4-5 على ما نخلص المنتوج يعني. خلصون. إيه نعم. دائما كالمعتاد يوميا شو بتخلصون المنتوج؟ هي حسب السيارة تجي، هي ما تظل يعني للثنتين للثلاثة إحنا نخلص يعني. أنت كما تشوف 6 مضخات الشغل. نعم. زين، 6 مضخات بس شوي. 6 مضخات يعني تقدر تمشون مرحلتين عين شو؟ تقدرون تمشون؟ نقدر نمشي تقريبا اقصى حد بحيث ما يظل احد تقريبا. اذا سياره يوميه ما حد يظل. زين، كم بنزيخانه تعاونك على بنزيخانتين اهليات؟ هي بنزيخانه الفيصل والمروه الاهليه. اهليات هم يجيهم منتوج وهم يساعدونا شويه بال ايش قد يجيهم؟ حالك حالهم لو؟ والله هاي الحصص الدائره تقررها يعني مو احنا. لا خليني اسالك. ايه يعني هم يجيهم؟ لا انا اكثر. لا انا اكثر. المحطات أكثر. الحكوميه دائما اكثر. ايش قد تجيك؟ يعني انا يجيني بين يوم يوم كان يجيني سياره 15 سياره يجيني بالشهر. 15 بالشهر، هم قد يجوز 8-7 ما اعرف يعني. باليوم كم صار يجي؟ بين يوم يوم يجيني. ايش قد؟ سياره واحده ما تكفي. اي ما تكفي سياره. اذا يوميه سياره المنطقه. قبل كان اكثر لو هسه يعني اكو تغيير صار؟ ما هي حسب موجودات الدائره يعني، الدائره هم عندها امكانيه يعني ما يجيها يوميه سياره انطي الزمار مثلا محطات بالموصل يمكن 50 محطه. ايش صار لك بالمحطه داون؟ انا من زمان داون، بس احنا ككادر يعني انتم اكثر حصه استلمتوها ايش قد يعني؟ دائما سياره. دائما يجي اليوم؟ اي مرات يصير سيارتين وقت صار موصل ما متحرر، الكميات موجوده فكثر المنتوج، فيوم ان تحررت محطات انفتحت لا قل، لانه باعتبار محطات داخل كثيره والاهليات كثيره، فتوزع المنتوج الدائره توزع بصوره صحيحه على المناطق، فاذا زايد اكو ينزلنا. طيب. اي نعم، اذا ماكو
سيارة. سيارة. إيه؟ زين. هسه إحنا عندنا المناطق الغربية. إيه؟ كم منطقة تعتمد على البنزينخانة هاي؟ من ربيعة الحدودي إلى أن تجي إلى أسكي موصل. كم منطقة بعد؟ يعني أنت حسب ربيعة ناحية، العياضية ناحية، عوينات قرية باعتبار ها، ومنطقة عوينات وقراها زمار وقراها 80 قرية وأسكي موصل وقراها كله على ناحية محطة زمار. فكثيرة يعني. زين يعني. عندك اشكاليات تصير مرات انه انت يعني بالمحطه عندك اشكاليات تصير مع هاي المنطقه لو احنا لانه منطقتنا نقدر نتعامل وياهم يعني تعاملنا وياهم لانه اهلنا واصدقائنا نقدر نتلافى اي مشكله تصير تعبر يعني مرات البشر ما يخلى يعني بس بنزين لو لا كل المنتوج يجيني يجيني زيت الغاز عندي وغاز ابيض عندي للمنطقه والمحطات الاخرى هم تساعدنا عندهم كميات هم موجودين تسوقون الغاز الابيض الغاز الابيض وفق ضوابط الدائره بطاقه تموينيه زائد الهويه والاسماء تجي من الناحيه تقدم للدائره يتصدق ويجي والمواطن يجي ياخذ بصوره صحيحه كم لتر المواطن 100 لتر على كل بطاقه على كل بطاقه تموينيه يعني ثاني مواطن اجيك تنطيني 100 لتر 100 لتر تجيب اوراقك كامله مختومه من الناحيه احنا نختمها وندققها ونجز الاسم من الوكيل ونعطيك المنتوج مالك اللي ما يعادل البرميل لا نص برميل نص برميل اي 100 لتر نص برميل اي نعم البرميل ايش قد 220 هي 200 نقول 220 هي البرميل 220 بس هم ينطون 100 كل الموصل 100 100 اي 100 ليش قد هاي كم يعني هذا حسب تقديرات الدائره يعني انت يجوز شهرين. كل شهرين او ثلاثه حسب هم ما يقدرون هسه ماكو برد المواطن يخزن 100 ورا فتره راح ينطلق ال 100 تلخ راح يصير عنده برميل وهكذا اي حسب الموجود يعني زين والغازوايل الغازوايل اليات عندنا الزراعه وزعوها خلصوا هسه راح يجي حصه الزراعه يجوز هذا الشهر يجي وهسه عندنا اليات لانه ظروف شويه صعبه كانت هاي ظروف مال المنطقه فالاليات انت تشوف ما نقدر هسه نوزع ناس كلها مهزومه وناس نازحه خاصه الاليات الكبار هسه دا يرجعون من راس الشهر ان شاء الله احنا نوزع عادي مناطق زراعيه دا يشتغلون بها هم هسه وقتهم يشتغلون يعني وقت الحراثه هسه يعني اي اكيد يعني تنطوهم انتم اي لازم الدائره تعرف تقديراتهم من بغداد عن طريق اليات لو اليات لا اليات اليات شنو الزراعه عندها اسماء ترفعها للدائره الدائره تزلنا قوائم والكتاب يجي من الزراعة عنده هلقد دونم والكمية مخصصة 5 لترات مثلا أو شوش قد ونضربها ونطلعها يطلع الكمية مالته ونطلع يعني أجيك يعني ما أنطيك بلا ورقة عافية يعني أجيك اسمي ألقيه موجود عند القائمة تجي قائمة تجي من الزراعة كاملة بالحاسبة يعني بالحاسبة نعم طبعا أكو نفس التنظيم المحطات كل المحطات لأن هذا سياق عمل بالدائرة الأهلية نفسك كله نفس الشيء يعني هم عندهم غاز إيه لازم ضوابط لأنه ما المنتوج ما يكفي يصير تنسيق بيناتكم أكيد أكيد إحنا نتعاون وياهم يعني شغلات الدائرة نتعاون وياهم بس ماكو ما يفيض عندهم هم نفس الحالة نفس الحالة لأن على الموجودات مال الدائرة يعني تعرف أنت المصافي مضروبة ماكو مثل قبل بيجي وغيره فمعتمدين الدولة طريقتهم بحيث يوفرون هذا الموجود يعني زين هاي البنزين أنا أشوفها قدامي. أنت إيش محتاجين بيها؟ والله أنت تشوف جانا دائرة لجنة طلعت صار فيها يمكن فلوس 100 مليون دا يرممون ما أخذوا صور المهندسة جد المهندسة أميرة شيء كتولت البارحة الصور وشغلات الدائرة يرمموها. زين يعني محتاج لترميم. ترميم إيه ما تشوف السقايف و. إيه. الابواب الحائط انت تشوفها باب الخروج شويه يعني اي باب الخروج تعبان المحطه تعبانه يعني ايش قد صار لنا المحطه هاي المحطه بال85 85 اي نعم وما جددت لحد الان لحد الان ما جددت لان دائره حاولت تجدد وجاء داعش تشوف السقايف المقاول خسر يعني اهم شيء احتاجت المحطه شنو هو اهم شيء محتاج المنتوج وادامه للمحطه يريد المحطه تتجدد يعني إيه الكهربائيات المرافق مالتها الشغلات الاناره ماكو مثلا شيكوا الدائره يعني هم راح يجون بس هذا يشتغل الاناره ما يشتغل ايه هذا لازم يشيكوا ما يشتغل ما يشتغل ايه نعم هي هذه شغلات زين احنا في نهايه القناة نشكرك احنا بنشكر الموصليه ونتمنى لك الموفقيه ونشكرك ونشكر جهودك يعني الله إذن أعزائي المشاهدين احنا مستمرين وياكم طبعا قبل أن نذهب إلى السوق احنا ردنا نأكد للمواطنين ونأكد للمسؤولين والجهات المعنية بأنه ليش أهل ربيعة موجودين حتى ناخذ نموذج يعني دائما ناخذ نموذج السلام عليكم شلونك يعني؟ أهلا وسهلا حياك الله أنا من منطقة ربيعة عايدين ربيعة وربيعة تقريبا 85 قرية
محطة بنزين ما عندنا، محطة مال الربيعة متوقفة عن العمل من دخول زمرة داعش الإرهابية لحد هاي الساعة وهي واقفة محطة ربيعة. ونشكر قناة الموصل لي لنقل معاناة أهالي ربيعة ومعاناة أهالي الموصل عامة، ونشكركم على هذا الوجود، نشكر جهودكم، جهودكم مشكورة، ولكن نريد منكم أن تنقلوا معاناة أهل ربيعة إلى المسؤولين وإلى الجهات ذات العلاقة حتى تنقلوا هذه المعاناة حتى يوجدون حلول ما بعد هذه المشاكل. عندنا ربيعة محطة، ربيعة 85 قرية، المحطة كلكم تجون على المحطة؟ كل أهالي ربيعة قاعد يجون يفولون من هذه المحطة، محطة الزمار، فقط محطة الزمار هي الحكومية، ومحطة الزمار قبل هذا الأمر كانت كثرة أيام يجي مرة، يعني كل ثلاثة أيام يجي يوم واحد تنكر واحد فقط، تصير أزمة. هسه أنت انظر إلى السراب مال البنزين، يعني الناس يعني كأنما إنجاز إذا فول بنزين سيارته. نجي من أهالي ربيعة، أهالي زمار، المناطق أهالي سنون كلها تجي على محطة الزمار حتى تفول بنزين، بس المحطة الوحيدة. نريد منكم أنه تجيبونا بنزين يوميا، يكون التوزيع مو يوم واحد بالأسبوع أو يومين بالأسبوع، واحد اثنين. عندنا مشاكل، عندنا بربيعة وزعوا زيت الغاز اللي هو الغاز الوايل للفلاليح، الغاز الوايل وموسم، عندنا موسمين، موسم حراثة وموسم حصاد، وزعونا موسم الحراثة وموسم الحصاد وزعونا 10%. زين 10% وين نودي؟ الفلاح وين يشتغل؟ شلون يشتغل؟ شلون تريد مني إنتاج أنت كوزارة الزراعة، كقطاع إنتاج، كتجارة، تريد مني حبوب، تريد مني إنتاج؟ أنت فلاح المحاصيل 14 15 16 بستلم، 17 بستلم، كلها نسب استلم، وزيت غاز قاعد ينطونا 10%. مشاكل الفلاح وين يودي وجهه؟ شلون ينتج الفلاح إذا ما يكون دعم من عندكم؟ ونريد أنكم الأهم من هذا أن تفتحون محطة ربيعة. محطة ربيعة إذا فتحت بربيعة، ربيعة 85 قرية وكثافة سكانية وتابع لسجون قريبة من عنده، والمناطق هذه كلها تتوجه على ربيعة، ويكون أولا نخفف الزخم إلى زمار، وبعدين بنزين يكون عندنا. ليش أنا أقطع لي 30 كيلو حتى أجي أفول بزمار ويمكن أحصل ويمكن ما أحصل وما ترجع وأرجع؟ وإذا رجعت البنزين مش قد أنت صرفت 10 لترات، روحة جاية أكثر من 10 لترات، 20 لتر. يلا يوصلك ربيعة، عندك المؤمن منها تبعد، من قرى ربيعة المؤمن منها تبعد تقريبا 70 كيلو، هذا يحط 20 لتر حتى يجي ويمكن يحصل او ما يحصل. اوكي شكرا. يحصل او ما يحصل. اذن اعزائي المشاهدين، احنا طبعا اخذنا عينه او نموذج للمشاكل، بدايه المشاكل التي هي خلقت جراء العمليات العسكريه وجراء داعش الارهابي اللي احتل المنطقه، ولكن احنا هسه حاليا بصدد الحلول الموجوده. شركة توزيع المنتوجات النفطية طبعا هي ما تقصر، ولكن مرات هاي الفترة نقل المنتوج من مكان إلى مكان هذا اللي دا يسوي لنا بعض المشاكل، ولكن احنا المنتوج موجود ان شاء الله، وهنالك استراتيجيه طبعا لعمليه التوزيع لجنوب الموصل. اذا اعزائي المشاهدين طبعا راح يقولون شبيه هذا شكو نفذ الوقود، نفذ الوقود والمواطن كان يحكي ما هو صار ساعه واقفين. اعزائي المشاهدين بس اعطيني مجال شويه، طبعا جماعه واقفين قال اخرنا على السيره ولكن ما فول. احنا تطلبوا بنزين تفويته 60 لتر، 60 لتر، وهسه احنا وصلنا عند البنزين وما فولنا، خلص الوقود. يلا لا من تجي على الموصل منك 60 لتر، 60 الموصليه اريد تنقل هذه على التلفزيون، اكون ممنون منكم. الموصليه راح نعطيك 60 لتر. شكرا لكم، شكرا لك، ممنون، ما بكم قصر ان شاء الله. ان شاء الله شكرا جزيلا. اذا اعزائي المشاهدين طبعا يعني احنا في الموصليه سياستنا هي المواطن أولا وأخيرا، ولا نخاف في الله لو ما تلعم. يعني اليوم إحنا من نحكي المنتوج من نفذ، يعني إحنا اليوم أكو تلكب العمل، اليوم أكو شيء اسمه خلية أزمة. إحنا المفروض عندنا في الموصل خلية أزمة للمنطقة الغربية زين، حتى نقدر نستوعب المشاكل الموجودة عندهم. أولى المشاكل التي تحتاج إلى
حل هي أزمة البنزين اللي يعانونها وأيضا فتح المحطات. ولكن إحنا بنفس الوقت إحنا نريد من السيارات الحفظية اللي تنقل البنزين أن تكون على تواتر حتى نقدر نحتوي الأزمة الأولى وبعدين الأزمات الأخرى، لأن استمرار ضخ البنزين للمنطقة الغربية هو استمرار لديمومة الحياة. فأعزائي المشاهدين راح ننتقل إلى مكان آخر. أنا أعزائي المشاهدين احنا مستمرين معكم ببرنامجكم مايكل موصل. الآن احنا دخلنا إلى داخل مركز ناحية زمار الحبيبة علينا. طبعا احنا من زمان ما زارين هاي الناحية، يمكن صار لي أكثر من 6 سنوات احنا ما جايين على الناحية. أنا شخصيا ما جاي، ولكن هسه أنا قررت أن أجي إلى هاي الناحية حتى أنقل لكم الصورة الواقعية لهاي الناحية. طبعا تشوفونها المحلات مفتحة وما شاء الله الأسواق عامرة، معمل راشي زمار هذا مفتح دي بيع راشي، هذا خطيه زين. وراشي ما نعرف منين يجي، من الموصل منين. فكل ثقه وكل امل بان الاهالي عادوا الى حياتهم الطبيعيه وموجودين ومستمرين بحياتهم، وطبعا الامن مستتب، واحنا نشوف المواطنين في المحلات يعني اكو ناس هم يتبضعون واصحاب المحلات موجودين، بس احنا طبعا راح نسالهم على الخدمات، راح نسالهم على مشاكلهم اللي يعانون من عندها. شلون شلونك عيني؟ والله انت من اهالي زمار؟ نعم انا من اهالي زمار. اي شلون وضعكم بالسوق؟ والله وضعي طبيعيه، كل شيء ماكو، العالم رجعت على بيوتها والوضع مستقر، محلات مفتحه، حركه طبيعيه، كهرب موجود، ماي موجود. كهرب موجود فول ما ينقطع. زين شو ينقصكم انتم هنا؟ شو ينقصكم؟ كل شيء ما ناقصنا، والله مناطقنا ورجعت علينا ان شاء الله. إيه؟ وماكو شيء ان شاء الله. حركه طبيعيه، وضع زين، كهرب، ماي، خدمات كلها متوفره هاي ان شاء الله. موجوده ان شاء الله. زين شكرا جزيلا. اذا عزيزي المشاهدين احنا مثل ما قلنا لكم طبعا هاي نبذه مختصره عن على منطقه زمار، فراح نصعد نشوف المحلات هاي الموجوده هنا عندهم. احنا الان طبعا هذا الراشي، هذا خلي نفوت على الراشي هذا. مرحبا، شلونك عيني؟ تعال تعال نسلم عليك. بجل الكيلو؟ كيلو بخمسة. هذا خمسة، هذا انت صناعتكم؟ ايه صناعتنا. ها تجيبون السمسم انت تسويه هنا؟ ايه واجيب سوشن. اذا اعزائي المشاهدين طبعا احنا دخلنا يعني هذا طحنا والعيار هنا، تريد ثخين تريد خفيف؟ خفيف. ايه شلون تسوي انت، خفيف ولا ثخين؟ خفيف يريدون، اكو منهم يريدون ثخين، كيفهم هم العالم. اكثر شيء مطلوب شنو؟ ثخين. ثخين ايه ثخين. نعم بالشتاء. ايه بالشتاء. ليش العالم يكون طحنة بالشتاء؟ ايه لان طيبه. طيبه؟ لا لانه يحمي الجسم. ايوه صحيح. زين الاطفال يحبوا له الكبار؟ والله الكبار والاطفال. الكبار والاطفال؟ الكبار والاطفال نفس الشيء. ايش قد ايجار محلك هذا؟ والله ايجار 500. غالي 500؟ 500. 500,000؟ ايه 500,000. متأكد؟ متأكد. عجب بالموصل مو حكومي هذا. شنو حكومي؟ بالسنة يعني مو بالشهر هذا. ايه المن تابع لي الدائرة للبلدية. البلدية؟ ايه البلدية. بلدية 500,000. 500,000 بلدية والله غالي. زين يعني زين، ومن تحكي وياهم بدعمة البلدية يابا وين آلياتكم؟ يقول لك يابا ماكو آليات. ها ايه ها سنوي. ها حسب على الشهر. ايه لا مو شهر، سنوي. قلت لك سنوي. حبيبي اذا عزام مشاهدين احنا طبعا انا اسف يعني اذا بشهر 500 خطيه، ايش راح يشتغل الرجال بالسنه. فعزام مشاهدين احنا راح ننتقل الى محل اخر. والله بخير الحمد لله. شلون وضعك بزمار؟ ما شاء الله زين. زين. زين انت خريج ما خريج؟ نعم خريج كليه تربيه. ايه وهسه ايش تشتغل هسه؟ والله قاعد بالمحل وهاي لو ادري من اول هيك افتح لي محل احسن لي. شوفوا مشاهدين يعني طبعا هاي المفارقه انه اكثر طلابنا خريجين الاعداديات وحتى الجامعات يعني اغلبهم يعني قاعدون يقعدون بالبيت وايضا ما يعملون، ولكن هذا خطيه ملقي العمل. فاذا هذا يعني نداء الى من؟ الى وزاره التعليم العالي، الى وزاره التخطيط، بانه هناك يكون تخطيط لاستيعاب هؤلاء الخريجين حتى يقدرون يستمرون بحياتهم. طبعا لقد سمعت
لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو أن نارا نفخت بها لأضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. ماكو ان شاء الله ماكو في رمى. طبعا هذا هذا البيت الشعري دمرني، هذا وين ما اروح اسمع عني، بس هو ملينا من عنده، لقي لي غير شيء، لقي لي غير شيء والله، بس هذا موجود واقع حال. احنا ندورنا على شيء جديد بالمنادات، ها لو سمعت هاي سمعناها ألف مره، احنا ايش راح نقول؟ ها قول انت، قول غير جمله. احنا بالعام نقول يا اخي اسمع نداء الطلاب خطير المساكين اللي مفتح له كهرباء واللي بيع فلافل واللي مسوي له عربانه، فاحنا نريد نخلصهم حتى شو نسوي؟ نسوي برمجه بحياتنا انه نخرج المتقاعدين او نخلي الجماعه ويا المتقاعدين اللي مستحقين تقاعد حتى يدخلون دورات يتعلمون بالدوائر مالتهم حتى بعدين هم يمسكون اماكنهم. حتى بهذه لا يوجد لدينا تخطيط، احنا نحاول نحصل على تخطيط معين من قبل الوزارات المعنيه. اذا اعزائي المشاهدين مرحبا، شلونك عيني؟ يا مدرسة أنت؟ ما مدرسة. ما تعرف؟ إيه. إيش قد عمرك؟ 8. متأكد عمرك لو اشتريته؟ متأكد عمري. متأكد عمره. يا أبي يقول متأكد من عمره هذا. زين عمرك يعني أنت عمرك تحسبه شلون، بالسنوات لو بالأسبوع؟ ها؟ أنا أدري. إيه أنا أدري كل شيء ما أدري عليه. إذن أعزائي المشاهدين يعني إحنا طبعًا دائمًا نشاق ويا مواطنينا الأعزاء. هسه إحنا حاليًا في السوق، راح نروح على المخضر، المخضر يعني خلي شوية نشوف المخضر. أعزائي المشاهدين إحنا كونوا يانا، إحنا هسه حاليًا طبعًا قبل لا نروح للمخضر هسه أكو فرن فتح، راح نشوفكم الحياة. سلام عليكم، شلونك يعني؟ في زمار الحبيبة. يا أهلًا وسهلًا بيك. إحنا زين نوصل لكم. يا على راسي. شلونكم؟ الحمد لله. انت تابع الموسم اليوم؟ ان شاء الله. تابعها ان شاء الله. تذكرتني لو بعد؟ تذكرتك وعرفك. ايه زين، شلون الموسم اليوم؟ زين حيل. تحب الموصلية؟ نحب كل العراق. إيه. لا قناة الموصلية. إيه نحبها. نحبها. إيه. يومي أتابع الأخبار مالتهم؟ والله إن شاء الله. إن شاء الله. إيه. زين. سؤال أسألك. شنو رأيك بالحكومة المحلية؟ والله إن شاء الله وحدت العراق. الحكومة المحلية، المحلية. مالينا وين؟ مال الموصل. والله ما أعرف. ما نعرف، إحنا صار لنا 5 سنين. شنو شو اسم المحافظ مالنا؟ ذكروني به. إحنا هسه راح ندخل إلى فرن الصمون. طبعا هذا الصمون اللي دا ينتجوا اعزائي المشاهدين، حلو صمون حلو ما بي اي شيء. طبعا بس ليش صغير هيك يعني، مختلفه عن الموصل؟ ها مختلفه عن الموصل يعني نوعيه شنو يعني؟ هسه الموصل كبار بس هذا يعني احنا زمر مو بالموصل. دقيقه، هي شنو ايش في هذا؟ هذا يعني الصمون زمر يعني مو بالموصل، صمون مثل ما تقول الجرجريه. الجرجريه؟ ايه الجرجريه. صمون جرجري يعني؟ ايه هذا صمون عربي. صمون عربي اكو. ايه يعني ذاك صمون عربي. صمون عربي ذاك الموصل ما شاء الله يعني، صمون المواصله ذاك. صمون ايش؟ المواصله. المواصله؟ ايه يعني هذا. والله اشكر قناه الموصليه والموصليه، والله يوميا نتابعها مثلنا بس على ما طلع مع الزمار، طلعت قالت زمار تحررت والحمد لله ورجعنا على بيوتنا. 3 سنين صار لنا ما شفناها. انت تتابع الموصليه؟ شلون ما تتابع؟ يوميا والله كنا دور دوعش يعني قبل يوميا يوميا تتابع الموصليه، بس قلنا بس نتحرر. الحمد لله تحررنا ورجعنا على بيوت، صار 3 سنين وشايفين بيوتنا. وكلنا صمون زماري. صمون زماري. حبيبي حياتي. اعزائي المشاهدين احنا مستمرين وياكم مع الصمون، قصدي مع في برنامجكم برنامج مايك الموصليه. فهسه راح نشوف احنا شلون يشتغلون العمال. السلام عليكم، شلونك عيني؟ وعليكم السلام. هلا ومرحبا. ليش صغير هذا؟ والله هو الوزن 75 غرام. 75 غرام؟ شو صمونه بالموصل اكبر؟ والله هنا يعني 12,000 بالموصل 8,000 من هاي. 8,000. ايه الحكي. السمين كم صمونه يشبع؟ السمين؟ ايه والله مو شرط. اي والله. 10 صمونات ياكل. اي والله ياكل. ياكل 10. ايه فاحنا طبعا زين. انا قبل لا اروح، انت الفكره هاي منين؟ اذا انت سويت 8,000 وسويت 12، يعني سويت 8 مو اسهل لك؟ لا هو المدير نايح مسوي هاي الشيء 75 غرام صمونه، القرار من المدير نايح هاي. من المدير نايح؟ ايه يعني 75 غرام؟ ايه الوزن مو من عندنا. ايه طبعا بيها توجيهات هاي. اذا اعزائي المشاهدين احنا مستمرين وياكم بجولتنا وفي
طبعا هاي اذا تشوفون اعزائي المشاهدين شو يعني صدق هذا هذا فرن جديد هذا ما شاء الله عليكم فرن ايش دوار فرن دوار ايه تعال مرحبا عيني شو اسمه هذا شو اسم الفرن هذا فرن زمار فرن زمار لا هذا الفرن الجديد هذا هذا ايراني ايراني ايه قصر في سنواتي صار له 6 سنوات 6 سنوات يعني هذا احسن شغله لو الحجري الفرن الحجري الحجري اسرع بس هذا شويه انظف الغاز وما يطلع دخان وكذا زين انت اي واحد يقدر اي واحد يقف هنا اي واحد يقف يعني بس هذاك الكور الا صاحب كار يعني مشتغل هو استاذ يكون عنده مهنه يلا يقدر يخبز عليه بس هذا اي واحد يخبز عليه الاسهل هذا طبعا انا ما اقول الاسهل هذا اعزائي المشاهدين يعني انا قررت اشتري فرن يعني اذا احسن والله نشتري فرن يعني شوفوا اعزائي المشاهدين التطور اللي يصير بالعالم اليوم مواكبه هذا التطور مطلوب من عندنا احنا الافران الحجريه صح بس قبل لا احكي عندي سؤال زين احنا اليوم المصلاويه واهل الموصل يسوون كليتشا شلون؟ على هذا الفرن ما يرحم الله انا اتراجع عن كلامي احنا انا قبل شويه كنت اقول انه احنا مع التطور ولكن احنا اهل الموصل واهل العراق عامه انه عندما نستخدم الافران الحجريه الفرن العادي هذا اللي موجود قدامنا هذا اكثر اهل الموصل يستخدموه لانشاء تصميم الكيك وانتاج الكليتشة اللي بالاعياد دائما يستخدموها اهل الموصل ويحاولون يسووها فشئنا ام ابينا طبعا هذا الفرن جيد ولكن يا حبذا الافران العاديه ممكن تستورد هذا الجهاز قول لي هذا الجهاز هذا اشترينا بس قد اشترينا هذا؟ ايه والله هذا اشترينا 68 ورق يعني ايش قد دفتر؟ اقل شويه اقل من دفتر؟ ايه برايك عمليا هذا احسن لو هذا؟ لا هذا هذا اصرف ايه هذا 70 لتر غاز وغاز 24 ساعه ماكو هذا على الغاز هسه مشغلينه انظف واسرع واصرف منشأ ايراني هسه العراقيين قاموا يسوونه تقريبا ايه 20 بين ال 20 ل 30 ورق يعني بس ناجح الحمد لله ومن ايام تسوون كليتشا الكليتشا نسوي بهذا بس اي هذا ما اشتغل بعد لانه غاز ما يدين طوقه لا صار لنا 5 سنين ما شايفين غاز ايه ولهذا اعتمدتوا على انفسكم على انفسنا الحمد لله اذا شكرا لك ممنونين اذا اعزائي المشاهدين احنا احنا مستمرين وياكم اعزائي المشاهدين راح ننتقل الى جماعه الخضروات اريد ان اقول لكم الواقع الموجود في الزمار الحبيبه طبعا هسه دا امشي انا بالسوق هذا الشارع اللي هو باغلب المحلات الموجوده على جانبي الايمن والايسر اليوم يعني احنا كاميرا الموصليه بس ولكن احنا قبل ان ندخل الى هاي الجسمه راح نشوفكم هذا الموجود في زمار حتى يكون مطلع المسؤول على وضع زمار هاي النفايات الموجودة في زمار وهذا خطية الولد رافع علامة النصر طبعا حيا الله الجيش العراقي الباسل حيا الله الجيش العراقي ايه شو نقول جيش العراقي حيا الله ايه حيا الله الجيش العراقي ايه عافية زين هاي شنو الوسخ هاي هذا العالم خطية بس على غرفة واحدة ويشيلون على الوسخ هذا كله يستونه هنا احنا ما ظلنا غرفة واحدة كل قاعتنا كل بيتنا فرش بس ظلنا غرفة واحدة الله عمه وين بيتكم انتم؟ بيتنا لا باب احمر هنا ليه جاي؟ ليش قاعدين بغرفة واحدة؟ عايفين البيت كله؟ قعدنا بيت عمي والله ليش عفتوا البيت؟ ما
المفروش ما نقدر نطلع وما نقدر نطلع كل شيء. الحمامات كلها واقعة، السراميك كله واقع. ليش؟ ما ضل كل شيء. بيت جدي وبيت عمي مو صار لهم كل شيء. ليش وقعت؟ ليش من وقعة؟ الدواعش حاطين مالينا اليقة دي بيت مالينا وش اسمه قنابل. يا شوف مشاهد، طبعا هذا الطفل هو يتحدى ثاني ما سألته، ولكن الدواعش الإرهابيين اللي تركوا دائما أثر سيء وذكرى نتنة في كل مدينة عراقية. طبعا هذا الدواعش اللي طبعا تحدث عنه هذا الطفل هذا من أهالي الزمار، في كل مكان الدواعش لهم أثر سيء. طبعا خلينا ننسى موضوعنا، راح أعزائي المشاهدين أشوفكم في شغلة واحدة على عدم التنظيم. شوفوا أعزائي المشاهدين، أكو حاوية موجودة، ولكن الحاوية مدى يستخدموها الناس، والظاهر متروكة هي قديما. فهذه يعني هاي من المسائل المهمة اللي المفروض البلدية تحاول تتابع هذا الموضوع، يعني تتابع هذا الموضوع. طبعا يعني يا حبذا يعني يجون هذا، هاي طبعا تشوفون اعزائي المشاهدين هاي الساحة، هاي شنو هاي الحديقة؟ هاي كانت جراج مال موصل ونظيفة يعني. بس تعرف العالم قامت تنظف وزت، رحنا على البلدية يقول والله شفرات ما عندنا، آليات ماكو. يعني نطالب بس أن تنظفون هالساحات هاي، عبنا بنص المركز، هاي مركز الناحية. ايه يعني شوفوا صاخ هاي جراج كان هذا مال موصل شقال. نعم. يعني هسه العالم كله قامت تجيب وزت بالوسخ هنا. هاي النفايات شوفوا كل الاطفال تجي تلعب هذه هنا. هم نفس الوقت يعني جراج هذا كان موجود يعني. احنا راح نلتقي بأحد الناس قبل حتى نريح المصور خطية المسكين علاوي او حتى نريحه، فراح نلتقي بالناس الواقفين هنا حتى نقدر نسألهم. مرحبا عين، شلونك؟ شلون صحتكم؟ وياك الموصلية، احنا ضيوف عليكم. اهلا وسهلا بالموصلية وكادرها. شلونك زين؟ الله يبارك فيك. تتابع الموصلية دائما؟ اي نعم. اي بالله. بارك الله بكم. اي تعرفني؟ اي بالله، انا شايفك تطلع الموصلية. اي تتابع برنامجي؟ اي والله. اي يعني جهودك طيبة حيل حلوة. اي والله، وقصور ما خليته. الله يخليك. فندعو منكم من الحكومة. والله يبارك فيكم. وصاخ من قاد، تعرف انت اي زمار. اي والله زمار شو ينقصها؟ ينقصها والله. يلا احكي لي. والله ينقصها يعني قسم يجيها مويه، قسم ما يجيها مويه. هالمنطقه يسمونها فوق الحي الريان، مويه ما يجيها. بها بيوت كثير يعني مفلشه، بها انقاذ، بعد البلديه مي جاي عليها. فخدمات شوي تعبانه والله. وهذا هو ابوكم مرحوم. خدمات. برايك شو ينقصها زمار؟ والله هم مثل ما قال الحجي، ينقصها مويه. اكو بعض مناطق يجيها مويه، بعض مناطق ما يجيها. هسه احنا هنا يجينا مويه، بس عندك لي غادي حي الريان مويه ما يجيها. لي غادي هاي المناطق الفوق اللي غادي عند المعرض، ما معرض مويه ما يجيها هم هنا. ايه زين، هاي شنو وراك؟ هاي مدرسه. مدرسه اسمها مدرسه؟ والله مدرسه البنات، هاي من بنين ادري ما بعد. انت ابن حي زمار؟ ايه ما اعرف والله اسمه. انا صار لي هم ما كني هنا، ما كنا موجودين. صرنا على صار ثلاث سنوات مهجرين. هجرين. طالعين من هنا. شو اسمها المدرسه بابا هاي؟ مدرسه زمار للبنات. مدرسه زمار للبنات. إذن أعزائي المشاهدين، إحنا مستمرين معكم ببرنامجكم مايكل موصلي. هذا البرنامج اللي دائما نسلط به الأضواء على كل مشاكلنا الموجودة في جنوب الموصل. طبعا كنا الآن إحنا في غرب الموصل، ودشوفون أعزائي المشاهدين هسه راح نقول لكم الصورة. إحنا اليوم مع الصورة. طبعا هاي الصورة الموجودة لإحدى الأحياء. شو اسم الحي هذا بالله؟ حي الشهداء. حي الشهداء بداخل ناحية زمار، طبعا بالوسط السحنة. دخلنا طبعا احدى الشوارع اللي دخلت الى هذا الحي. طبعا هذا هو بقايا تدمير احدى الدور السكنية اللي كان موجود بها ساكنين مواطنين، ولكن القطعة يعني تحولت الى مركز للنفايات، وايضا مقابلة حديقة.
راح اشوفكم الحديقه، وعندي شويه تعليق على الحديقه. يعني هسه هاي الحديقه اعزائي المشاهدين، المفروض اول من يرجع ترجع الحديقه هاي. يعني هذا سادينا بسيم، طبعا ها سادينا بسيم، ها المفروض هاي الحديقه ترجع الى واقعها الاصلي، ويعني تنشوفها يعني ما مدمره ولكن مهمله والاهمال مبين عليها. فاحنا نتمنى انه الاثنين يشتغلون، المواطن في زمار وايضا الجهات المعنيه، الجهه المعنيه انه تسهل للمواطن كيفيه الحفاظ على هذا المكان هذا. فالدار من رب الدار. اليوم احنا اذا رحنا على بيت، شوفوا اذا فتنا على بيت، راح احكي لكم سالفه، خلونا شويه علاوي بس اسمعني شويه. الصينيين سنوات طويله سووا سور الصين، طبعا سنوات طويله 100 سنه استمروا ببناء هذا السور. ها ليش سووا؟ معتقدين انه هذا السور يحميهم من الغزوات. بعد ما اكملوا السور 3 غزوات صارت لهم. ومنين فاتوا الغزاة؟ من الباب. شلون الباب فاتوا؟ لانه الصينيين بنوا السور ولكن نسوا يبنون الحارس. الحارس اللي بفلوس فوت الغزاة. فاحنا شوفوا اعزائي المشاهدين، احنا لا نريد نكون مثل الصينيين. اول مره خلي نبني الحارس، خلي نبني الانسان هذا، نبنيه كامل من هو طفل، بعدين نبني السور. زين شو احنا 100 مسؤول عندنا ما افتهمنا، حتى يسالوني على بعضهم ما اعرف ماني والله. زين مرات اشيل دفتر اقول شو اسمه هذا المسؤول. زين أرد أعرف السفينة غرقانة بينا، أرد أعرف منو غرقنا. زين منو اللي غرقنا؟ منو اللي يتحمل المسؤولية؟ البعض يزعل من عندي، يزعل يقول لي يا أخي ازعل وانطح راسك بأطول حائط. ليش تزعل أنت؟ ليش كلام الحق يزعل؟ ها يعني مثل هذا فدي يوم إحنا مشينا وياي صديق من أصدقاء، لقينا واحد سلمنا عليه، فقال لي ما سلم على هذا. قلت ليش؟ خوش رجال سلم عليه. قال لي لا والله فد يوم دينت من عنده فلوس ما انطاني. ايه رجال ما عنده يعني هذا انقطعت؟ تعالي خشمك عليه؟ رجال ما انطاك هذا انتهت الحياه؟ لا بابا، الفكره مو هيك. الفكره بناء الانسان، علينا ان نتحمل بعضنا ونتحمل كيف نبني بلدنا، هذا البناء الانسان. زين يعني احنا نظل هيك، احنا من نبني الانسان، الانسان هو يجي يبني الحديقه هاي من ذاته، يجي ينظف. فهذا أنا عاتب الإنسان بالموصل أول مرة عاتب الإنسان، وبعدين عاتب المسؤول. لأنه الإنسان بالموصل عاتب ليش؟ أقول له كون يعني عندك همة شوية، خلي يكون عندك عزيمة بناء منطقتك بالبداية. شيل لك طابوقة، سوي لك شيء. مشاهدين يعني هذا البيت مدمر بالكامل، بس انا اريد ادخل داخل البيت هذا، اريد اشوف اكو عائله ساكنه به؟ ومنين الباب مالها؟ منا الباب مالها. اذا اعزائي المشاهدين احنا راح نفوت على البيت هذا، شوفوا العائله وين ساكنه. ارفعوا للمصور الخليجي، المصور الخليجي وياي. فيا اعزائي المشاهدين هسه دخلنا للبيت هذا، هذا عنده هذا التانكي خطيه، يعني يمكن بي ماي التانكي هذا صح. فهذا حاله بيت مدمر بالكامل ولكن هو موجود في هالمكان هذا. مرحبا عيني، شلونك عيني؟ احنا الموصليه، شلونكم؟ احنا ما استاذنا لان ماكو باب عادي ندخل. هذا كم نفرتوا قاعدين هنا؟ احنا 10. 10؟ ايه هاي مسوين السياج هذا خطيه. ايه زي. بس هذا البيت مو لنا احنا. مو لكم؟ ايه. ايه وين بيتكم؟ احنا بجري وفلشوها بنو مسحوها. جري هنا؟ ايه قعدتوا هنا. زين هذا المي مالكم؟ هذا المي عندكم بوري لو شو اسمه؟ ايه عندنا بوري. عندكم بوري؟ زين كم غرفة عاد بيه؟ ممكن نفوت جوا؟ اي عادي. يلا انت خلينا نفوت جوا اعزائي المشاهدين. موجود غرفة واحدة وهذا مطلق.
ابوك وامك موجودين؟ والله امي راحت علينا وابوي راح عنده شغل. عنده شغل هسه انتم موجودين وحدكم؟ ايه. اذا عزام شاهدين تشوفون راح اشوفكم. عندكم ثلاجه لو ما عندكم؟ لا ما عندكم ثلاجه. يعني دائما يعني افكر مرات افتح ثلاجه. اذا عزام شاهدين هذا هو حال اهلنا او اهل القرى اللي هاجرت من قراها اللي محاذيه لمناطق زمار. فخطيه اجوا هنا وهذا هو من رخصتك طبعا. احنا نريد نشوف المسؤول حالكم. احنا شوف عزام شاهدين هاي المواعين مالتهم المساكين. يعني أنا دائما مرات يقولوا لي سالم انت ليش شوية تتعصب؟ بابا أنا أتعصب ليش؟ لأنه ماكو واحد المسؤول انتخبناه. احنا انتخبناك احنا انتخبناك حتى تقدم لنا خدمة. ها ما انجدت الناس الأبرياء اللي نسحوا إلى بعض المدن والقصبات. يعني هاي المواعين مالتهم أعزائي المشاهدين خطية هذا الشيء. وهذا بس تطلع برا باب أنت اللي مو بيته خليه يطلع برا. عيب لأن احنا استرخصنا من عندهم. فهذا هو حال أعزائي المشاهدين حالهم. كماعون موجود به. يعني هذا حال هو أهلنا اللي هاجروا من بعض القرى المساكين. عفوا آسفين آسفاني. هذا أنتوا على شو اسمه على القديم يعني رجعنا. ها لمبة على لمبة هاي سموها لمبة حتى نسيت اسمها. إيه حتى أغنية مات اللمبة شيء ما أدري شلون. ها إذا عزام شاهدين راح ندخل يشوفون. عزام شاهدين إحنا وين صرنا وجماعة وين صاروا حطية ذكرونا بالزمن القديم. هاي الفردات من الخطية من هذا من بطانية. فإذا عزام شاهدين راح ندخل للمكان هذا يشوفون خطية المساكين ما عندهم. هاي المن هاي الأغراض أنت لقيتها؟ لأهل البيت. لأهل البيت أنت تعرفون صاحب البيت؟ إيه. ها يصير خالي. سليم. ايوه. ودمر بيته ها؟ ايوه. اذا عزام شاهدين احنا اكو حد هنا لو؟ لا هذا مفلش. مفلش هذا مفلش. مفلش هذا ايه. اذا عزام شاهدين تشوفون احنا دخلنا لسه هنا يعني ماكو عندهم اي شيء غير بس هاي الفراشات الموجوده. هاي الفراشات الموجوده خطيه. يعني ما نحسدهم ما نحسدهم. ليش؟ لأنه اللي ينحسد على ماله وعلى أثاثه الكثير وعلى بيته. بس ولكن هم هربوا وين يسكنون بعد؟ يعني خطية المساكين. يعني حتى الضوء عندهم يعني ماكو شمعات مخمسة ويلهم هذا الضوء. خطية الجلوبال الصغيرة هاي الفوق بس وهذا التلفزيون القديم. يعني فهذه هي إحدى الصور وإحدى النماذج في زمار. أعزائي المشاهدين يعني لأهلنا وأحبابنا وأصدقائنا. احنا طبعا من الموصل واحنا اولا واخيرا نحن من هذا الشعب العراقي العظيم. فاحنا نحاول احنا نوصل الصوره للمسؤولين. هاي الغرفه بها حد له حمام. هذا حمام. مستمرين وياكم ببرنامج مايك المصري. شلونك حبيبي؟ زين ان شاء الله. زين. اذا عزام شاهدين طبعا احنا من بدنا ننقل الواقع هذا عن مدينه زمار او ناحيه زمار حتى نشوف. لحظه بابا. حتى نشوف المسؤولين كل هاي الصور حتى ما يكون له حجه. يعني احنا اليوم الله بس لحظه بابا. الله سبحانه وتعالى من يجيبنا يوم القيامه يجيب اعمالك كلها حتى ما يبقى لك حجة أنت أبد. يقول لك ها يقول لك نعم والله أنا سويت. فإحنا بالموصلية وببرنامج مايك الموصلية برنامجي هذا أطلع كل الحقيقة أشوف فيها حتى ما يبقى له عذر. زين. من يقول لي أقول لا أنت ما خدمت. من يريد يحكي معايا أقول لا أنت عندنا أوليات. إحنا عندنا الأوليات مالتك واحدة اثنين ثلاثة أربعة ما رحت لفلان مكان. هسه راح أسأل كل الموجودين زمار إخواني جاكم مسؤول هنا؟ لا. هذا الجواب راح تسمعوه. فهسه راح ادخل للبيت هنا احد البيوت. مرحبا حجي شلونك؟ اهلا ومرحبا. انت وين ساكن انت؟ ساكن هذا بيتي الاصلي. وكنت نازح بالعلم صلاح الدين. وجيت قبل ثلاث ايام. لقيت بيته. هل تشوفوا هذا شلون؟
هذا منو دمروا هذا؟ والله انا ما اعرف، انا دمروا المسؤوليه على المسؤولين بالناحيه، على امن الناحيه، على مدير الناحيه، على ضابط شجر الناحيه. اكيد داعش دمروا. لا انا ما اقول داعش، اقول المسؤولين عن الناحيه. انا بيت مدمر 2016 وهذه تحررت 2014، ثلاث اشهر احتلوها الدواعش، شلون 2016 على الدواعش؟ لا، الامن الموجود هنا هو اللي دمر بيته ودمر كل هذه البيوت. لا نقوم نكذب على انفسنا قدام الناس. منو اللي دمر؟ ما اعرف. ما تعرف؟ اذا هسه وين انت ساكن انت؟ اخوي مجلس الناحيه مسؤول. ومسؤول اللي يحافظ على امن المواطنين، منو مسؤول هنا؟ هذه مسؤوليه امن المواطنين. صار له مدمر هذا؟ والله صار له من 2016 انا خبروني هو مدمر. اوكي. وين الحجيه؟ انت وين ساكن بالضبط؟ وين ساكن؟ ساكن هنا؟ والله انا ساكن، لا والله ساكن ببيت هناك. لا كمل. هم قالوا لي مطشرين. قالوا العائله حجي وين العائله ساكنين هنا؟ وينهم؟ هو حنا. انت ها حجيه شلون حجيه؟ والله الحمد لله واشكره على الحاله. اي والله هسه احنا عند جيران فوقهم، وصلنا فوق بالطابق الثاني عند الجيران ولا لقينا بالبيت كل شيء. تعالي خلينا نشوف بيت داخل البيت. هذا المشهد طبعا احنا هم ساكنين في هيكل، طبعا بيت بعد ما دمر هم راجعين ساكنين به. بس ولكن طبعا ديروا بالكم هذا قصر، هذا ديروا بالكم. فاذا اعزائي المشاهدين احنا راح ندخل الى البيت هذا، جوه داخل البيت هذا محروق كل البيت هذا، وهذا مشلع محروق كله. ايه زين. ايه زين. وهذا محروق كله. ايه شوف ابويا إذا عزام شهدين. طبعا احنا راح دخلنا للبيت هذا. هذا البيت طبعا مدمر، مو مدمر بالكامل لكن بكم غرفه باقيه، و يعني حتى الكهرباء. اي هاي منو ساكن هنا؟ هو نفسه. السلام عليكم، شلونكم عيني؟ بس لحظة حجي افتح الباب. اعزائي المشاهدين طبعا بس اعطيني مجال. هذا البيت طبعا ما عندهم شيء يقولون عليه. ما عندهم شيء يقولون عليه، طبعا تعبانين، ف يعني يحتاجوا الى ترميم كامل. و هذا الجام مالهم. مرحبا، شلونكم عيني؟ مرحبا، شلونكم؟ زينين؟ احوالكم؟ شلون تشوفون بيتكم؟ يعني قاعد نشوف مثل شافت عينك البيت مفلش، شلون ننظفه؟ نتعب. الحمد لله. تعبنا، غسلنا هذا الا متنا بي، الله نزل حمام اسود. ايش قد صار لكم تشتغلون فيه؟ والله صار لنا تقريبا من جينا يمكن تقريبا اربع ايام خمسه هيك بي الله نزل. والله كنا بالعلم غاد. ايه وجينا. اي والله بس قالوا وفتح الطريق جينا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله هسه شويه. اي والله على الوقت ساعدونا شويه لان مدمر، وحنا يعني ما عندنا امكانيه انه نقدر نبني بيتنا. ما عندنا امكانيه خلاص، فنجي نرجو انه شويه يساعدون. ايوه. انت اخوات؟ ايه. من الاكبر؟ انا. انت الاكبر؟ مدرسه نداوين؟ بس اني يعني مدرسه، لان طلعنا ثلاث سنين احنا تحت سطر داعش ولا يقبلون يعني يعبرون على السادس او هاي، وظلينا هسه راحت سنين علينا. انا هسه عمري 18. 18 وانت ايش قررت؟ لا انا نجحت على الجامعه وما من ما داومت لسه. ما داومت؟ ايه. يعني داعش حتى دمر الاسر مالتنا تعليميا، فاحنا اعزائي المشاهدين طبعا احنا ما نترك دمار داعش، احنا المسؤولين لازم نخطط كيف نرجع هؤلاء. احنا قول لي احنا ما نضل على الشياب لازمين الكراسي حتى يقودون البلد، هذول ما يطلعون تقاعد. انا بالسادس ما يقبلوني صباحي. يا صف انت بابا بالسادس عندي. بالسادس وما يقبلوني صباحي لان مواليد كبار. فاحنا يعني ثلاث سنوات تحت الدوام. يعني اكو موضوع ما ينعزى المشاهدين، يعني هذا الكلام موجه للجميع. يعني انت راح تشيب هذا لحيتك بعضت، وانا سمين انا مفكر في يوم اطلع تقاعد استقيل، ها اسلم الرايه الواحد اخر نسوي صحفي حتى نجيبه يكمل الرساله. هذا اللي عنده ايمان ببناء العراق والسلام والمجتمع، بس اللي ما عنده إمام بناء البلد ما يسلم الراية. أنا أسلم الراية، يجي واحد لا أسلم الراية. فأعزائي المشاهدين طلابنا إحنا لازم نلقي لهم حل. وزير التربية المفروض يلقي الحلول لطلاب أهل الموصل. كافي، عوضهم العمر أستاذي، عوضهم العمر اللي راح. العمر اللي راح جيل كامل. زين العمر اللي راح هم حسبوا عليهم سنوات
وتحت الدواعش غير عن جيل كامل، جيل كامل راح ينعدم اذا ما اذا ما اذا ما اذا ما يعوضونها الجيل هذا. مكان ما العمر ينتهي السنه بعد سنتين، ايش قد ما هذا يعوضون لهم العمر. قصد الكلام حتى لا نطول عليكم، يعني هسه بنتك هاي يعني المفروض تكمل دراسه تصير معلمه. المفروض هذا ما اكو خلصت سادس الحين بالجامعه لازم ما هي بالجامعه. ليش المفروض؟ لانه اكو موظفه عمرها 50 تطلع تكون حتى تصير مكانها. نعم نعم هيك يا مسؤول له غير شكل. هسه واحد عنده دكان يا اخي، هسه ابويا فتره اشتغل بالتجاره، قال انا بعد ما اقدر تعال تستلم، استلم انت اشتغل ساعدني عيني. هيك نبني الدوله لو غير شكل، لو نقعد بشيخانه ندخن جقاير والنرجيله وعليك يا الله. ها ولا مسؤول زمار مسؤولين من المحافظه، وين المحافظ؟ وين المجلس؟ مجلس البلدي مال المحافظه وين؟ ما يجي يشوف احتياجات النازحين هناي. هذا هاشي قاعد ابو البيت، هذا اثاث منين له؟ راح نقعد والله العظيم راح نقعد ثلاث حوايل بالبيت. والله نقعد وين ابو؟ ما ادري وين اروح يا اخي. ما ساعه راح نقعد وهسه هذا كله، هذا كل الغازات، هذا شيله، هذا مكسور بس حطنا بلوكه تايه. وين منع؟ تعال منع الاثاث هذا، اخر الاثاث البقى بالبيت حطيه المساكين. هذا جابوا ايه طبعا ازمتنا. هذا يعني نموذج حتى يعني افوت على بيوت المسلم افتح ثلاجه، هسه ماكو ثلاجه افتحها. زين وين تاكلون؟ شلون؟ والله ثلاجه عندكم؟ لا ما عندكم ثلاجه؟ والله ماكو كل شيء. خطيه اعزائي المشاهدين شوفوا، اني اتمنى تكونون لجنه يعني من مجلس محافظه نينوى، لجنه تجي يجيبون ثلاجه البيت، فد مطبخ صغير البيت، فد كم منام كم بطانية حتى يقدرون يعيشون يعيدون حياتهم. فأعزائي المشاهدين احنا يعني ما نطول عليكم، ولكن الصورة هي تحكي، وهاي الأنقاض الموجودة بيت هذا الرجل. اي نعم نعم هذا كله مكسر، فبس ان شاء الله احنا عندنا امل طالما حجي رجعت احنا يعني املنا بيك انه ترجع شوية الحمد لله. احنا اعزائي المشاهدين احنا نريد ناكد على ماذا؟ ناكد على عوده الحياه، وحتى المدمر نبني. بس هسه احنا انتقلنا للسوق، احنا انتقلنا من الدمار اللي موجود الى الاسواق حتى نبين اكو فرق بين حياه وحياه، وناس يريدون ان يعودون للحياه واناس عايدين للحياه. مرحبا، شلونك عيني؟ شلون صحتك؟ ايش قص صار لك بالمحل هذا؟ والله تو السنه فاتحينه. ايش قد؟ سنه صارت. سنه ايه. شو تبيعون؟ والله مال حاجات منزلية. انت اصلك منين؟ قرقري. قرقري؟ تقدر تقول لي اصل عشيرتكم منين؟ يعني اصلكم من مئات السنين هنا؟ ها والله تقريبا. ايه. يعني زمان احنا هنا. جرجرية، موقعكم الاصلي وين؟ هذا هالمنطقة كله جرجرية. زمار. زمار، قرى اكو. ايه. ايه والله. القرى ايه. اذا احنا مستمرين وياكم، خلينا نشوف هاي المحلات الموجوده. وهذا مرحبا عيني، شلونك يعني؟ السلام عليكم، شلونكم؟ شلون الصحه؟ مرحبا، شلونكم عيني؟ شلون صحه الاحوال؟ شلونك؟ اهلا اهلا الحجي. شلونك عيني؟ لا ما اقدر بعد يصورك هو. الجماعه دين ينهزمون. ليش ينهزمون؟ والله ما ليش ينهزمون؟ والله ما ينهزم برايك هو. ها؟ ليش ينهزم برايك؟ ما عندهم اراء. ما عندهم اراء. ايه اوكي فعلا. شلون تشوف الوضع بزمار؟ والله الوضع زين مستقر. والحمد لله رجعوا للمنطقه. وزينين، احنا نطلب تاخير بس نطلب من الدوله انه اللي اجوا اللي عن طريق الخطا اجوا خلي الدوله تتخذ اجراءات بحقهم. لان هم يقولون اكو ناس جايين انه كانوا ويا التنظيمات ورجعوا على المدينه. موجودين؟ ماني ما اعرفهم، انا ما شايف احد، اللي ما شفت بالمنطقه على الحكي اللي راجعين هم يحكون مو احنا. نعم. انت مختار؟ لا انا مو مختار. مو مختار؟ لا انا مو مختار. ايه شلون السوق؟ والله زين الحمد لله. زين الحمد لله، السوق زين. زين. شويه بطيء ما مثل اليوم. احنا شلون نتاخر الشعب العراقي؟ والله الشعب العراقي اساسا متاخي بيناتهم. بس المشكله يم الاحزاب، هم اللي سووا الطائفيه، هم اللي سووا هالشيء هذا. اي نعم. ولا الشعب شعب ما عنده شيء، شعب فقير. المشكلة
مثل ما قلت لك المشكلة يم الأحزاب ويم الـ 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 الناس اللي ما تتفهم على المناصب، هي هنا المشكلة. يلا احنا مستمرين معكم طبعا آراء، يعني أنا اليوم ما أحب أسمع هاي الجملة أنه احنا فلان هيك فلان هيك فلان كذا، لا احنا نريد قلب واسع نحتمل بعضنا وحتى نبدأ من جديد. اليوم نقلب صفحة زين، الكل اللي يريد يكمل مع الدولة ومع القانون أهلا وسهلا به، واللي ما يريد يكمل مع الدولة يقول له بابا يلا اطلع خارج القطر روح، لا العباد يريدك ولا رئاسة الوزراء يريدك ولا أحد يريدك. احنا اليوم أمام مرحلة أنه نقلب صفحة ونكمل مسيرتنا. شنو هدفنا؟ يكون بناء الإنسان العراقي وبناء العراق. هذا هذه المرحلتين مهمة جدا عندنا، وإحنا قناة الموصلية دائما نؤكد على بناء الإنسان العراقي من جديد وأيضا بناء العراق حتى نعمره وحتى نعمر هذه المرحلة. فأعزائي المشاهدين إحنا يعني نحاول نتخلص من كثير من الأمور والشوائب. طبعا حتى التاكسيات موجودة. شلونك عيني؟ عيوني. شلون صحتك؟ يا هلا. ليش منين جاي؟ جاي من الموصل. من الموصل؟ اي نعم. بيتك هنا لو جبتنا فرات؟ لا بالله بيتي هنا. بيتك نعم. اي نعم. ايش صار لك؟ والله صار لي 3 ايام. 3 ايام؟ اي نعم. رجعت والله ايش رجعت؟ إيه؟ يا ريت ما راجعين. ليش؟ الدمار والخراب عينه. اي نعم. بيتك وين؟ بيتي يم جامع سعد الله. يعني ما ظل شيء عامر. راجعين السام عباره عن اشباح يعني راجعين عليها. يعني يا ريت ما راجعين عليها. وخلت تطلع وتقدر بامكانك تطلع وتشوف الدمار والخراب عينك. ومجرد تخريب. مجرد تخريب. فما نقدر نرجع للمكانات هذه. مش راح اسوي سلطه؟ والله ما راح اسوي كل شيء، نتنا رحمه رب العالمين. اظل بالموصل؟ اظل بالموصل. طبعا هسه انا ساكن حاليا بالموصل. فراح ابغى بالموصل الا تعدل امورنا، فما نقدر نرجع. شكرا جزيلا. عيوني. اذا اعزائي المشاهدين احنا مستمرين وياكم ببرنامجكم مايك الموصليه. طبعا هذا السوق اللي تشوفوه عامر بسكانه والامن المستتب والحياه الطبيعيه في زمار. واحنا وصلنا الى ختام حلقتنا لا يسعوني او ما اقول لا يسعني، بعد ما اقول لا يسعني يعني انا يسعني، يعني وسعت كل شيء انا يعني المواطنين اللي بزمر ملوا قلبي هوايه، يعني ملوا فمن انترس قلبي راح اقول كلمه واحده او كلمتين او ثلاثه الى بعض المسؤولين. يعني حاولوا ان تهتمون بمدينه زمار، هاي المدينه الحبيبه على قلوبنا، وحاولوا ان تشكلون لجان وتشوفون مدى فقر الاهالي ومدى احتياجهم الى القوت اليومي والى المشتقات النفطيه، الى الملابس، الى البطانيات، معودين الى الشكر، الى الشاي، الى البنزين. فكل هذا محتاجينه، وهذا ما حد يقدر يجيبه الا المسؤول الوطني الذي يحب بلده ويحب علم العراق. وحتى ملتقانا وياكم في لقاءات اخرى نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.